السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هناك الديانات التوحيدية السماوية، وهناك الديانات الوضعية، وهناك الديانات التوحيدية توحد الرحمن، وهناك الديانات المتعددة تسمى الوثنية، عندها تعدد الآلهة. كلها بدون استثناء عبر التاريخ كانت تعتبر الصيام عبادة تربوية تهدف إلى تطهير الروح وإخضاع الجسد وتهذيب النفس. حتى إن بعض العلماء في المجال الاجتماعي والنفسي والأنتروبولوجي عموما يقولون إن الصيام عرف ديني عالمي، عرف ديني عالمي. جميع العالم وجميع البشرية عبر التاريخ كلهم كانوا يصومون. ونذكر مثلا بعض الأديان التي لا تدين بدين سماوي مثل البراهما. البراهما والبوذيين موجودين الآن في الهند وموجودين في التبت، فهؤلاء في الصين. هؤلاء فلسفات روحية عندهم صيام مستمر. من منا لا يذكر غاندي؟ ما هي الديانة التي عند الزعيم السياسي والروحي غاندي، زعيم الهند والأب الروحي للهند؟ غاندي كان هندوسيا وكان يصوم كثيرا. لاحظوا جسمه كيف كان نحيل. كان يعتمد على الصيام، الجوع والعطش، ويعتمد على الحركة، المشي بسرعة، وهذه أيضا نعمة ربنا عز وجل أمرنا بها، علينا أن نحييها إن شاء الله، نتكلم عنها في المستقبل بشكل واضح. نعمة المشي، قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، تكررت كثيرا كثيرا. السير الآن لكي نتخلص من الأمراض والأسقام والسمنة والوزن السائد، ونتخلص من جميع المؤثرات السلبية، ونقوي جهاز المناعة لنتحدى أي فيروس قد يغزو الجسد، علينا بالمشي السريع. غاندي كان يرهق نفسه بالجوع والعطش، وكان يكثر من المشي الشديد، وكان يعمل، لا يفتر عن العمل. حتى يفاوض الإنجليز ويفاوض المستعمر البريطاني كان يشغل يده بأي عمل، بالنسيج أو بأي عمل آخر. وإذا جاء وقت الإفطار كان يفطر فطورا بسيطا جدا، فطور بسيط فيه أكلة خفيفة، شراب خفيف صحي، غالبا ما يكون نباتيا. الغريب في الأمر الآن خبراء التغذية كلهم يحثون على الإفطار السليم، فأكيد أن الكثير منا لم يستفيد من رمضان. الكثير منا صام رمضان كان يجوع النهار بكامله، ولكنه لما يؤذن المغرب توضع بين أيدينا مائدة مشكلة الألوان مختلفات من الأطعمة والأشربة. هذا خطأ، خطأ كبير كنا نرتكبه منذ زمان، وجاء الوقت في زمن الكورونا أي لكي نصحح هذه الأخطاء. لابد أن يكون طعامنا خفيف، وأن يكون مما تنتجه الأرض من النباتات. غاندي كان يجمع أتباعه وكان يقول: كلنا يعرف أن يصوم، لكن من منا يعرف كيف يفطر؟ من منا يعرف كيف يفطر؟ سؤال لكل واحد منا. جميعنا نعرف كيف نصوم، لكن كل واحد منا هل يعرف كيف يفطر؟ ما هي المواد الغذائية السليمة التي ينبغي أن نحافظ عليها لكي يكون جسمنا سليما وصحيا؟ لا شك ولا ريب أن الكثير منا يغفل هذا الأمر، لهذا استفادتنا من رمضان تكون متواضعة. في بعض الأديان والفلسفات الروحية كان منهم
في مصر القديمة مثلا في عهد الإله أخناتون، معروف عند المصريين القدماء، وأخناتون كان إله ويدعي بأنه له امتداد لقرص الشمس، ومع ذلك في زمانهم كانوا يصومون، وصيام الأقوام كان غريب، كان يمتد لأيام متعددة، حتى إنهم كانوا يصومون لنهر النيل. النيل بعض الديانات الشرقية في مصر القديمة كانوا يعتبرون النيل مصدر الخير ومصدر العطاء، لأنه نهر متدفق، لهذا كان يصومون للنيل ليس لله، للنيل. والغريب في الأمر أن هؤلاء الأقوام كانوا إذا أكلوا لا يتناولون إلا الخضروات والماء فقط، طعامهم كان خضروات وماء، وقد يستمر لأسابيع في السنة، أسابيع متعددة. في مثلا بعض الشرائع الدينية في الهند مثلا كانوا يصومون كثيرا ويمتنعون عن تناول أي شيء، حتى الريق، الريق يمتنعون عن تناوله، وإذا أكلوا شيئا بعد ثلاث أيام متتاليات، الجوع ثلاث أيام متتاليات، كانوا لا يتناولون إلا قدحا من الشاي. الغريب في الهند كان عندهم صيامات لها ارتباط بالعادات والتقاليد، فالمرأة المتزوجة مثلا إذا أصيب زوجها بمرض وسقم شديد وتطلب سلامته وصحته، كانت تصوم صياما طويلا وتمتنع عن الإفطار حتى يقوم زوجها بالسلامة، وتقدم القرابين للآلهة كما في عقيدتهم. كذلك نلاحظ بأن في اليونان القديمة، حيث هناك الفكر الفلسفي عند إسبارتا وأثينا، نلاحظ أنهم كانوا يصومون، قساوسة اليونان، وكان منهم حكماء لا يأكلون طول حياتهم لا لحما ولا سمكا ولا طعما مطبوخا، يمتنعون عن أكل اللحوم وعن أكل السمك وعن أكل أي طعام مطبوخ، بل وحتى الألبان ومشتقاتها. هذه عقيدتهم، فلسفية قديمة. طبعا نحن في الإسلام ربنا عز وجل أعطانا قاعدة كبيرة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذه القاعدة العامة، أن نأكل ما نشاء ونشرب ولكن لا تسرفوا. طبعا ليس أن نأكل ما نشاء على إطلاقه، فالصين كانت تأكل كل شيء حتى الخفافيش والأفاعي والحشرات، وكانت السبب المباشر في انتشار الأمراض والأوبئة. لكن القرآن العظيم يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من الطيبات. فهؤلاء القوم كانوا فلاسفة قساوسة في اليونان، كل حياتهم لا يأكلون لا لحما ولا سمكا ولا طعاما مطبوخا، وإنما يكتفون بالخضروات وشرب الماء. هذا الصيام كان غايته ماذا؟ منهم من كان يعتقد أن الآلهة تغضب عليهم، هناك الفكر الوثني، يعتقدون بأن هناك تعدد الآلهة، إذا أصيب مثلا المجتمع بجائحة مثل هذه الكورونا مثلا، أو أصيب بزلزال أو فيضانات أو جفاف أو هجوم جراد أو غير ذلك أو حروب فيما بينهم، يقولون الآلهة غضبانة، لا بد أن نرضي الآلهة، أو أن الآلهة تتصارع في السماء، في اعتقادهم أن فوق السماء هناك أكثر من إله، والآلهة حينما تتصارع في كل غبار ديالها على الكوكب الأرضي، أو أن الناس يدعون ولا تستجيب لهم الآلهة، لأن الآلهة في صراع فيما بينها، إله الشر وإله الخير وإلى غير ذلك. هذا ما يسمى بالاعتقادات الوثنية، لكن نحن في أهل الإسلام أصحاب الديانة التوحيدية، ليس هناك إلا إله واحد فقط، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو ربنا عز وجل المتفرد بجلاله، أول قبل الوجود وآخر بعد الخلود، مطلق عن الحدود، سبحانه وتعالى له الكمال جل علاه. فهؤلاء الوثنيين يعتقدون بأنهم لما يصومون يقدمون القرابين للآلهة لتسكين غضبها،
ولإرضائها أو لاستمالتها على مساعدتهم في بعض الشؤون والأغراض. ومنهم من كان يتزلف إلى الآلهة بتعذيب النفس. دابا اللي مشى للصين والهند غادي يلقى بأن الناس عندهم ديانات غريبة جدا، عندهم فلسفات روحية مثل البوذية والكونفوشيوسية، كونفوشيوس مانوشيوس بودا سادهارتا، مجموعة الديانات والزعماء الروحيين فلسفتهم تقوم على تعذيب النفس، نعذب النفس ونميت حدود الجسد بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوات، ليس كصيامنا ولكن تعذيبا للنفس البشرية والعياذ بالله. أما نحن ولله الحمد شكل آخر، يريد لو أن الفتوحات الإسلامية استمرت ولم تقف عند حدود بلاد فارس، لو أن الفتوحات الإسلامية استمرت إلى الصين وإلى الهند وإلى روسيا لكان حال العالم قد تغير بكثير، وكانت هذه المنطقة من العالم تعتنق دينا توحيديا يعلمها كيفية الوضوء من النجاسة، ويعلمها آداب وسلوك النظافة، ويعلمها حتى ما تأكل الطيبات من الطعام. لكن هذه الأقوام رغم تقدمها العلمي والتكنولوجي والمعلومات ولكنها لا تفقه شيئا في أصول النظافة وأصول الطعام الذي هو من شريعة الدين الإسلامي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.